السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة من قناة الموريتانية نشرة الأخبار وأبرز ما فيها. بلادنا تحتفل باليوم العالمي للمواصفات، ووزارة التجارة تشرع في إخضاع المنتوج الوطني من مادة الأرز لمعايير الجودة. استعدادا لليوم العالمي لغسل اليدين بالصابون، قطاع الصحة ينظم أنشطة تحسيسية في مختلف مقاطعات العاصمة. والجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية داخل الأحياء العربية في القدس المحتلة. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تتقدم إدارة التلفزة الموريتانية وعمالها إلى الشعب الموريتاني والأمة الإسلامية بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. استقبل وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد سالم البشير صباح اليوم بمكتبه في نواكشوط معالي الأستاذ أحمد الخطيب مستشار ولي العهد بالمملكة العربية السعودية، وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خاصة في مجالات النفط والطاقة والمعادن. خلدت بلادنا اليوم على غرار المجموعة الدولية اليوم العالمي للمواصفات تحت شعار المواصفات لغة العالم المشتركة. وبهذه المناسبة نظمت وزارة التجارة والصناعة والسياحة تظاهرة شارك فيها مختلف الفاعلين بهدف التعريف بالأسس الفنية لمعايير الجودة وتطبيقها على المنتوج الوطني من مادة الأرز. تحت شعار المواصفات لغة العالم المشتركة، انطلقت احتفالية بلادنا باليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14 من شهر أكتوبر كل عام. وزارة التجارة والصناعة والسياحة وبذات المناسبة نظمت بالتعاون مع برنامج نظام الجودة في دول غرب إفريقيا تظاهرة رسمية بغية الرفع من مستوى الوعي حول أهمية قضايا التقييس والجودة. في إطار الجهود الجبارة في مجال الجودة، فقد أصدرت بلادنا في السنوات الأخيرة منظومة من التشريعات الهامة شملت مجالات استصدار المواصفات، الاعتماد، تقييم المطابقة، وكذا دقة القياسات. وهكذا ففي مجال المواصفات مثلا، يمكن المركز الوطني للتوثيق المواصفات من الحصول بسهولة على مواصفات دولية تمس جميع نواحي الحياة، مما يجعل مختلف الفاعلين الوطنيين قادرين على الاندماج في مختلف مراحل التصنيع العالمية والاستفادة من نقل التكنولوجيا. أما ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي فقد أكد في كلمته أن من بين الأهداف الرئيسية للمواصفات الحصول على الثقة في جودة المنتج بعد خضوعه لمعايير السلامة والجودة وتسهيل التبادلات التجارية وضمان استمرارية التكامل الاقتصادي بين الدول وتحقيق تنمية اقتصادية للجميع. وتسعى بلادنا من خلال هذه التظاهرة إلى دعم وتنفيذ سياسات الجودة للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وإعداد بنية تحتية لرصد وتقييم جودة المنتج، وتشجيع أسواق إقليمية مشتركة. وقد تم خلال هذا النشاط تنصيب لجنة فنية لمواصفات بغية إعداد وتحديد عناصر الجودة في مادة الأرز الوطني باعتبارها عنصرا أساسيا في نظامنا الغذائي. كما شهدت التظاهر أيضا تكريم عدة مؤسسات وطنية حصلت على شهادة الجودة إيزو. كما استمع المشاركون في التظاهر إلى عدة عروض فنية أضاءت الجوانب التقنية لموضوع الجودة ومعاييرها. ويمهد هذا النشاط لسلسلة أنشطة ستشارك فيها عدة شهات وطنية ودولية بهدف إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمواصفات ومعايير الجودة. عقد المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدة زوال اليوم بمقر منظمة الصحة العالمية بنواكشوط مؤتمرا صحفيا في ختام زيارة العمل والتعاون التي أداها لبلادنا. وقد تحدث المسؤول الدولي خلال هذا المؤتمر الصحفي عن إحصائيات مرض السيدة في وسط وغرب أفريقيا، مشيدا بجهود موريتانيا في مجال محاربة السيدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. كما حث هيئات المجتمع المدني والإعلاميين على مضاعفة جهود التحسيس والتوعية حول خطورة داء السيدة والتقليص من حالات الإصابة. وتخللت المؤتمر مداخلات وأسئلة للصحافة الوطنية والدولية تناولت مختلف جوانب هذا الموضوع.
استردادا لتقليد بلادنا يوم غد لليوم العالمي لغسل اليدين بالصابون، نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع بعض شركائها العديد من الأنشطة التحسيسية حول أهمية غسل اليدين بالصابون بصفة دائمة حفاظا على الصحة العامة. سلموا الحضرمي ومزيد من التفاصيل. في 15 من أكتوبر من كل سنة يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لغسل اليدين بالماء والصابون، مناسبة هامة تتميز بحملات تحسيسية تهدف إلى المساهمة في النظافة والوقاية من جميع الأمراض المختلفة التي تهدد حياة الإنسان. هذه الفعالية اللي قام بها اليوم هي تقليد اليوم العالمي لغسل اليدين، وهو يوم تحتفل به دول العالم كامل، لأن ظهر على هذه السلوك اللي بسيط ولا يكذب على أنه عنده مردود على الصحة غير ما كانت الناس تعرف مقدورها. ولذلك منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة الكاملة تبرتوا على أنه يجب على أنه يعدل تخليد الولايات، نذكروا دائما بالفائدة المتوخاة من وراء غص ترتيق هذه العادة في سلوك الأسر وجعلها مثلا عملية بديهية وتلقائية في الأوقات الحساسة. وتحضيرا لهذا الحدث الهام، بدأت هنا في العاصمة نواكشوط أنشطة توعوية وتحسيسية لشرح مخاطر الأوساخ وتعزيز ودعم ثقافة غسل اليدين بالماء والصابون للمحافظة على صحة الإنسان من جميع المخاطر. قمنا بهذه الورشة اليوم لتحسيس بيئة من المجتمع المدني للإنجاب الصحابة من أجل تعبئتها حول هذا أهمية غسل اليدين بالصابون، لأن الدراسات اللي قمنا بها مؤخرا في مدينة نواكشوط نتيجة هذه الدراسات وضحت أن تقريبا 85% من المواطنين الموريتانيين ما يقومون بغسل اليدين في الأوقات اللي مهمة. ممثل منظمة اليونيسف أمادو سيسي قال في مداخلته ضمن الأنشطة التمهيدية لهذا اليوم العالمي إن منظمة اليونيسف تدعم مختلف الجهود التي قامت بها القطاعات الوزارية المعنية باليوم العالمي لغسل اليدين بالصابون باعتباره عاملا أساسيا في الوقاية من جميع الأمراض التي تهدد حياة سكان العالم. قطاع الصحة الذي يعتبر من أهم القطاعات المعنية بهذا اليوم العالمي قام بإجراءات عديدة لتحقيق الأهداف الأساسية لهذا اليوم العالمي. الهدف الأساسي من تخليد هذا اليوم هو توعية المواطنين وتعريفهم بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، وكما نعرفون بأن غسل اليدين بالماء والصابون إجراء بسيط ولا يحتاج إلى تكلفة مالية كثيرة، هو إجراء بسيط وسهل ويقي الكثير من الأمراض. وسيتم تقديم عروض في هذا اليوم العالمي يوم غد تبين النتائج الإيجابية لغسل اليدين بالماء والصابون في الأوقات الضرورية، وذلك للوقاية من جميع الأمراض والاهتمام بالنظافة. احتضنت العاصمة مؤخرا أشغال دورة تكوينية في مجال المتابعة والتقييم نظمتها وزارة الزراعة، وقد حضر هذه الورشة 40 مشاركا تم تكوينهم على الطرق الحديثة لتطوير أداء العاملين في مجالي الزراعة والبيطرة. احتضنت العاصمة مؤخرا انطلاقة دورة تكوينية في مجال المتابعة والتقييم نظمتها إدارة السياسات والإحصاءات والمتابعة والتقييم والتعاون بوزارة الزراعة. 40 مشاركا يمثلون طواقم المتابعة والتقييم على المستويين المركزي والجهوي للوزارة تابعوا عروضا تناولت السبل الكفيلة بتحسين أداء عمال هذه الإدارة، إضافة إلى نقاشات وتبادل الأفكار المتعلقة بالرفع من مستوى قدرات الفاعلين في المجال الزراعي. هدف أن الناس اللي في الداخل والناس على مستوى قطاع الزراعة والبيطرة يتكونوا في مجال في المجال، ومهم إلى أقصى درجة بعد متابعة وتقويم النشاط الزراعي والبيطري، عنده أهمية كبيرة وضروري للبرمجة وجميع الأمور اللي تتطور من حسن نتيجة الإنتاج الزراعي والبيطري.
كانت ورشة ما شاء الله جيدة وقدمت فيها أوراق عن فنيات الإحصاء ما شاء الله استفدنا منها ياسر الاستفادة تبارك الله كانت جيدة وكانت تمر لظروفها حسنة. استفادتي من هذه الورشة كانت تكاد تكون ممتازة فعلا الحمد لله هي من هذا اليومين كانوا زينين حتى أعلن مستوى العروض لنعرضون والأساتذة كانوا مقتدرين على 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 تبليغهم لهذا وكذلك التجارب الميدانية للولايات كاملة كانت الحمد لله على الأساس أننا اختلصوا علينا كانت ممتازة وعلنا بالنسبة للمتابعة والتقييم أساس شيء أساسي بالعمل الميداني كانت ورش جيدة واستفادة منها كانت واضحة وكنا كانت مفصول فيها وفي بعضنا من ياس من معلومات اللي كنا محتاجين له وقطعا عنه كانت دورة تكوينية جيدة لدعم قدراتنا في مجال المتابعة والتقييم وتأتي هذه الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة الزراعة بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية في إطار حرص القطاع على تعزيز قدرات طواقم إدارات السياسات والمتابعة والتقييم بوزارتي الزراعة والبيطرة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي على مستوى مختلف المناطق الزراعية في البلاد. في موضوع آخر، سجلت أسعار السمك في الأوية الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بسبب ندرة المعروض، ويرجع الكثيرون سبب هذا الارتفاع إلى غياب اليد العاملة في المجال. محمد والحي زار سوق السمك بشاطئ العاصمة وعاد بالتقرير التالي. يوم جديد من أيام شاطئ الصيادين التقليديين، لكن حركية الشاطئ المعهودة لا تبدو على أحسن حال، لكأن لعنة ضربت المكان فلم تترك من المعروض إلا النزر القليل، أو أن السمك هجر الشاطئ فبقي للصيادين الوقت الكافي للتأمل ولعب الورق. هذه الوضعية جعلت المواطن يتجرع كأس ارتفاع الأسعار، وبقي باب التحليل مفتوحا قبل أن ينحصر في زاوية مردها أن مهنة الصيد عزف عنها أبناء البلد فاحتاج إليها الغرباء. ارتفاع الأسعار صدر للخارج، معناه عن المواطن ما مستفاد منه بذي الطريقة. بذي الفترة بذات اليد العاملة الأجنبية ما هي متواجدة في موريتانيا، هذا هو الارتفاع الأسعار لحقت الدرجة. هذا الموقف لا يبدو مغايرا لما تراه الجهات المعنية، وعلى رأسها إدارة السوق التي لا تمتلك حولا ولا قوة في تنظيم العمالة الوافدة واستقرار سعر المنتوج. مشكلة وقر الحوت اللي تعاني به سوق ذا الزمن، مشكلته الواحدة عنه نحن نص بحارتنا دي سنغال وشاوي عيدو كاملين. وعلى العموم تبقى علاقة الشاطئ بالمدينة تحت رحمة معطيات خارجية. بين ماض من الزمان وآتي تتأرجح قصة المدينة والبحر، مد وجزر حول تهديده لها وهدوء حذر عند تراجعه، وبين هذا وذاك يطمن البحر المدينة اليوم بأنه لن يغمرها على الأقل بخيرته وهي في طريقها للخارج. محمد الحي، الموريتانية، شاطئ صيادين تقليديين. دوليا، استشهد شاب فلسطيني ثاني اليوم في عملية طعن جديدة بالقدس المحتلة، وذلك بعد استشهاد شاب آخر قالت الشرطة إنه حاول طعن أحد أفرادها. وتقوم قوات الاحتلال بتنفيذ إجراءات أمنية مشددة على الأحياء العربية داخل المدينة. في وضح النهار تواصل الآلة العسكرية الإسرائيلية تحديها للمجتمع الدولي واستباحة دماء الفلسطينيين العزل. عملية طعن جديدة راح ضحيتها شاب فلسطيني ثاني بعد فترة وجيزة على استشهاد زميله، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه حاول قتل أحد أفرادها. وتعيش المناطق العربية في القدس المحتلة حالة من الغليان على إثر استمرار الجيش الإسرائيلي تنفيذ كافة أشكال المضايقات والعمل على خلق أجواء من التوتر لتبرير مخططاته المكشوفة. إحنا مقاومتنا حاليا سلمية، اللي هي من حقنا المقاومة في أي شيء، بالحجر، بالسكين، بالسلاح، بالصواريخ، هذا حق إن مدام إحنا في دولة محتلة. السلطة الفلسطينية حملت حكومة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي تشهدها القدس، وطلبت المجموعة الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في حق الفلسطينيين، محذرة من عواقب هذا الاستهداف الممنهج.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اتخذ إجراءات أمنية مشددة، من بينها تفويض الجيش بحراسة المواصلات في القدس واستدعاء قوات من الاحتياط ونصب حواجز عسكرية في المناطق العربية في القدس المحتلة. وتشمل الإجراءات الأمنية أيضا استدعاء وحدات عسكرية لتعزيز قوات الشرطة في القدس المحتلة وفرض حصار أمني على الأحياء العربية وتشديد الحصار على الضفة الغربية. وتأتي هذه الإجراءات في عقاب مقتل 3 إسرائيليين وإصابة نحو 20 في سلسلة هجمات بالقدس استهدفت إحداها حافلة للركاب. دعت حكومة غينيا اليوم المواطنين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس بعد الصدامات الأخيرة في كوناكري مع قوات مكافحة الشغب. وذكرت بعض المصادر الإعلامية أن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين من المعارضة الذين بدأوا في إقامة المتاريس بشوارع ضاحية كولوما، حيث أسفرت الصدامات بين الطرفين عن إصابة 3 أشخاص. وكانت اللجنة القومية للانتخابات في غينيا قد أعلنت أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 8 مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي ألفا كوندي ستعلن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وقد أشاد مراقب الاتحاد الأوروبي بالظروف التي سادت عملية الاقتراع في غينيا على الرغم من احتجاجات لمؤيدي المعارضة الذين يتهمون الرئيس ألفا كوندي بتزوير الانتخابات للفوز بولاية ثانية. أعلن الناطق باسم الشرطة البوروندية أن 6 أشخاص على الأقل بينهم شرطي قتلوا أمس في أعمال عنف في حي معارض في بوجمبورا، لكن عددا من سكان هذا الحي اعترضوا على هذه الحصيلة مؤكدين أن قوات الأمن ارتكبت مجزرة. وتشهد بوروندي أزمة سياسية تتخللها أعمال عنف منذ الإعلان عن ترشيح الرئيس بيير كرونزيزا لولاية رئاسية ثالثة في خطوة اعتبرتها المعارضة والمجتمع المدني مخالفة للدستور والاتفاق أوروشا الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1993 إلى 2006. نهاية النشرة. إلى التذكير بالعناوين: بلادنا تحتفل باليوم العالمي للمواصفات، ووزارة التجارة تشرع في إخضاع المنتوج الوطني من مادة الأرز لمعايير الجودة. استعدادا لليوم العالمي لغسل اليدين بالصابون، قطاع الصحة ينظم أنشطة تحسيسية في مختلف مقاطعات العاصمة. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية داخل الأحياء العربية في القدس المحتلة. أشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.